هذا المشروع قائم على إيراد شركة نقليات، فمن إيرادها تم إنشاء هذا المصنع لحاجة البلاد لهذا المنتج، وهي الحواجز المكتبية بالإضافة إلى المطابخ بالإضافة إلى الأسقف المعدنية سواء معدنية أو جبصية، قدر الله ما شاء الفعل. صارت عملية الحصار وكنا موقعين مع شركات في البلاد على أساس نقل منتجاتها إلى دول مجلس التعاون فتوقف. داخليا حطينا خطة للتوجه للبنوك المحلية من أجل حل المشكلة لشراء الماكينات والمعدات. كنا معتمدين على أنه إحنا نجيب الجيبسون بورد من الدول المجاورة. إحنا الآن في طريقنا إلى أنه نعمل أو ننشئ خط إنتاج جديد للجيبسون بورد يكون بديل للاستيراد من الدول المجاورة، وبالإضافة إلى استيراد المواد الخام من الخارج أو من الداخل. طلب ضخم جدا، احنا تقريبا مش قادرين نغطي طلب السوق حاليا، وعشان كده عندنا بلان تانية ان احنا نرتب مصنع تاني قريب جدا تحت الدراسة. خلال ممكن شهور ان شاء الله عندنا مصنع تاني عشان نقدر نوفي السوق، لان فعلا الطلب دلوقتي اكبر من انتاجية المصنع عندنا. الحمد لله رب العالمين، محافظين على هامش الربح بتاعنا زي ما هو بالظبط، ما بلغناش وما استغلناش فرص في القصة، ورفعنا بنفس نسبة الارتفاع المواد الخام اللي جاينا في السوق، وطبعا ده أدى لارتفاع الأسعار يمكن بشكل نسبة 30% أو 40% في السوق.